قولي لي شنفاها. عليك نعرف شنفاها. نقعد ساكته هيك مش حنقراها. خنشوف لو حد يشرح لنا هو المكتوب هنا. لو سمحت اسمع، كنا في مخبر التحاليل توا اعطونا نتيجه التحليل بالفرنساوي، ما فهمتهاش يعني، نفهم انجليزي بس. باهي مش قاري يعني فرنساوي بس انجليزي. ايه نبي نعرف بس، احنا درنا التحليل بنعرف ايجابي ولا سلبي. هو راجلي اهو. اهلا كيف حالك؟ وين؟ كله تمام؟ بالله عليك طمني، انت وينك انت يا راجل؟ الناس ما تعرفوش. تعالى تفتحش ليه؟ لو سمحت. اهلا اهلا اهلا. بخير انت والعيله كل بخير؟ بالله يطمن. خلاص خلاص خلاص. درنا امس احنا التحليل والنتيجه طلعت اليوم. لحظه هذا نتاعك انت؟ لا هذا نتاع هو. عليك مش فيه. عليك مش فيه. ما فهمتش علاش الدكتور قال لها ما عادش تطلع من الحوش. بالله عليك يا اخوي قول لي، تو الواحد لما يبدا ايجابي معناها كويس ولا؟ والنبي يشوف لي تحليلي حتى ان شاء الله يطلع ايجابي. إيجابي. تعال تعال بارك لي. إيجابي إيجابي. إيه إيجابي ولا أنا مش مريض. مريض مريض. أنت معقولة الحاجة الوحيدة اللي طلعت إيجابية في حياتها؟ هي برا برا صار مع الراجل وهي نروح. وي سلم عليه. سلم عليه. هاي السلام. برا السلام من غادي. برا برا. امس احنا درنا قالوا لنا 24 ساعة. اي لحظة نتاعي خيرة. شو مكتوب فيها؟ بوزيتيف. شو معناها؟ عندك كورونا يا مدام. ايجابي ايجابي. الحمد لله قلت لك ايجابي. ايجابي ايجابي الحمد لله. قلت الحمد لله ايجابي. كنت عارفة انك. لا لا ايجابي. اسمع. اي مبروك علينا كلنا. تعالي سلم علينا. تحديد عن كورونا ما هو؟ وقت عملته ده؟ البارح هذا. امس هذا درناه. هذا هو ايجابي. شنو هي ايجابي؟ ايجابي. مرة واحدة في حياتك طلعت إيجابي. إيجابي. تعال بك. هات 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 شيء وصلنا لضيفاها. بالله عليك ندي الشم. اسمع خيرة هو بيشكرك بس بيشكرك. بارك الله فيك قريت لنا التحليل. ما انت علاش تعيط علينا توا؟ شنو درنا لك احنا؟ بالله سلم عليها وقول علي وسلم علي. اسمع وبوسي العيله كلهم واحد واحد. اهي قولي 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 بالله عليك شو اسمها وصلنا اللي دايرها؟ تعالى جبت لي ماده التحليل في المخبر هذا لكن اعطونا النتيجه مكتوبه بالفرنساوي. بالفرنساوي ما فهمناش شيء. وانا ثقافتي انجليزي. قصد انجليزي انجليزي. انت تفهم بونجور بونسوار سافا ان توا. كان بالانجليزي راهو عليه وقراه شاطر عليه في الانجليزي. شو مكتوب فيه؟ يس يس يس. ايه امس درناه احنا. البارح عملتوها؟ ايه. اقراهولنا. امس درناه. شنو فيه؟ تعالي تعالي فسريلي. اوه ماي جود. هذا امس احنا درناه مش اليوم. امس هذا انت في اسمي. اسمي هو نتاع هو هو نتاعك انت؟ اسمي هو علي هو. هذا التحليل نتاعك. ايجابي ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي الحمد لله. ايجابي 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 الحمد لله عليه وطلعت ايجابي. شكرا بارك الله فيك. ايجابي يا ودي ايجابي وانا ما عنده شيء ولا مريض يعني. ايجابي يعني ما عنده شيء يعني هيك نعرف. غير اسمعيني يا اختي لو الايجابي حاجه كويسه. تعالي تعالي انت وينك وينك يا راجل؟ وين العيلة وين الأولاد؟ لاباس انت؟ كل شيء تمام؟ تفضل لو سمحت نبي نسألك بس نبي تفضل. أنا كنت في مخبر التحاليل هو أعطوني النتيجة هذه مكتوبة فرنساوي لو تفهم تقدر تشرحها لي؟
انا ما نفهمش فرنساوي وتحجمت الدكتور نقولها ما فهمتهاش. هذه تعال تحليل الكورونا. ايه منو علي؟ انا هو علي بن عليوة. هو اللي نتاعه علي بن عليوة. هذا موجب بس كنت جابي ست موجب. موجب وانت قاعد تضبط فيا وتضبط فيا الصبح يعني علاش هكي بس؟ تعال تعال سلم على عمك. ما شاء الله ما شاء الله. علاوة برا غادي غير شوف احنا كنا هنا في مخبر التحاليل هو باهي عطنا الورقة هي مكتوبة فرنساوي باهي وانا تخلطت عندي اللغات من كثر اللغات اللي عرفهم ما عادش عرفت نقرا غير نبيك بس تشرح لي ايش مكتوب فيها. كي هذه نتاع اليوم؟ لا هذه نتيجة هي طلعت اليوم. شكون عليوة؟ انا هو شنو؟ اسمع عليوة شحفيني خويا معاك شحوالك حوش لاباس العائلة لاباس خلاص احبا بيك قعمز قعمز احبا بيك خلاص مو بيقعمز. اسمع سامحنا على قلق يا اخوي علي تلقى فيه مصحة فيه باهي تعال هكي خلاص اتنين تعرفه باش تسلم عليه ما قالوا لك الجاب مية مية إيجابي أنا إيجابي إيجابي عمي هنيني هنيني هاي الحمد لله إيجابي طلع بل طلع إيجابي الواحد لما يكون إيجابي حتى ما يحبه. هاي تعال هاي هاي تعال خليكم على قناة ميتو 18 مشاهدة طيبة للجميع. نلتقي غدا في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية.